صباح الخير يا سمير بيه. صباح النور. نايم ولا صاحي؟ هو كان نام لما يصحى. ده ما نامش امبارح طول الليل. يعني هو فين؟ في اوضه النوم. تابعه. مبروك يا استاذ. مبروك على ايه؟ انت ما قريتش جرايد النهارده ولا ايه؟ رشحوك لجائزه الدوله في الروايه. ده خبر كويس. خبر كويس؟ ده خبر كويس جدا جدا جدا. انت عارف اول حاجه هعملها ايه لما تاخد الجائزه؟ هطبع طبعه جديده من كل رواياتك القديمه، وبدل ما نطبع زي كل مره 10,000 نسخه هطبع لي 15، لا لا 15 ايه 18,000. وطبعا ثمن النسخه هيزيد، وانت كمان اجرك في السينما لازم يزيد يا استاذ. دي جائزه الدوله مش لعبه. انت مش باين عليك مبسوط، بقول لك الارقام هتعلى. انت عارف ان انا طول عمري لا بحب الارقام ولا بهتم بيها. الارقام يا استاذ يعني الفلوس، الارقام هي معيار النجاح. اللي شاغلني دلوقتي هو موضوع الرواية الجديدة. إيه الجديد اللي ممكن يتقال في الحب؟ محمود، أنت لازم تغير المكان، لازم تريح أعصابك. اسمع، أنا هحجز لك النهاردة في اسكندرية، وأكيد على البحر هتلاقي اللي أنت بتدور عليه. في حاجة عبد؟ واحدة ست مستنية حضرتك في الصالون. ما قالتش مين؟ ما رضتش تروح. يعني هتكون مين؟ ضروري واحدة صحفية جاية تعمل سبق صحفي عن ترشيحك للجايزة. طيب أقدم لها حاجة ولا إيه؟ حاضر. صباح الخير. صباح الخير يا محمود. مبروك يا محمود. ما تتصورش انا فرحت قد ايه لما عرفت الخبر. يمكن هو ده اللي شجعني ان اجيلك. ده لسه مجرد خبر. ازيك يا محمود؟ حضرتك شربتي حاجة؟ ايوه ميرسي. في خدمة اقدر اقدمها لك؟ كنت فاكرة هتسألني عايشة ازاي؟ عاملة ايه؟ شيك قوي الفستان. انا عارفة انك لسه مش قادر تفهم اللي حصل. ارجوكي، انا سبق قلتلك في التليفون مش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني. ده شيء انتهى. حتى لو كان انتهى بالنسبة لك فما انتهاش بالنسبة لي انا. تبقى مشكلتك لوحدك. أنا آسف يا مدام ميرفت، أنا مضطر أسافر بعد ربع ساعة، عندي شغل مهم. حرام عليك يا محمود، لازم تسمعني. أنا سمعت ما فيه الكفاية.
السلامه استاذ محمود. الله يسلمك. الاوضه جاهزه. شكرا. يا ترى هتكتب لنا روايه جديده؟ الحقيقه لسه بدور عليها، قلت يمكن الاقيها عندكم هنا في البحر. ده يبقى من حسن حظنا. وصل البيل اوضه 35. حرام عليك يا محمود، لازم تسمعني. تفكر في روايتك. تصبح على خير. تصبح على خير. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ محمود. انا اسف مره تانيه اكون لقيت حضرتك امبارح. لا ابدا. يا ترى لقيت الفكره كنت بندور عليها؟ الحقيقة في موضوع عايش جوايا من زمان، لكن أنا متردد في كتابته. متردد ليه؟ يمكن عشان تجربة شخصية وأبطالها عايشين معانا. التجارب الشخصية تجارب إنسانية، خصوصا لما تكون للكاتب نفسه، وخسارة يحرم قراءه منها. حتى لو كان خايف يظلم حد. مفيش خوف، خصوصا لما يعرض التجربة بصدق. عندك مثلا جان جاك روسو في اعترافاته، أو أندري جيت في يومياته. يعني أنت بكلامك ده بتشجعني فعلا إني أكتبها، بس خايف إني أظلم البطلة أو أتجن عليها. غريب، مع إنك دايما بتتعاطف مع بطلاتك ومعودنا على النهاية السعيدة. أنا مستعد أكتب الرواية دي، بس بشرط. إيه هو؟ إنك تكوني أول واحدة تقراها قبل ما أنشرها في كتاب، عشان أعرف رأيك. بس رأيي بالنسبة لك هيكون رأيي متواضع. بالعكس، انت هتكوني صاحبة الفضل عليا في كتابة الرواية. ده شيء يسعدني. عن بس انا ما عرفتش اشوف حضرتك تاني. انت مش لما تخلص كتابة الرواية؟ بس دي هتاخد وقت كتير. المهم انك تبدأ. عزيزي القارئ، عزيزتي القارئة، لماذا أعود الآن لكتابة قصة حب؟ هل للحب رواية أخيرة؟ وهل بقي لإنسان هذا العصر وقت يضيعه في قراءة قصة حب رغم قسوة ظروفه الاقتصادية وأخبار الحروب من حوله
والصراعات وجريه اللاهف وراء لقمة العيش وفرص الحياة النادرة وطغيان الآلة والاختناقات. ويأتي السؤال، هل للحب وجود؟ هل يحتاج الإنسان إلى صدر حنون يلقي عليه رأسه بعد عناء يوم طويل مليء بالمشاكل والهموم وكثرة تبديل الأقنعة على الوجوه؟ ينشد الحنان والدفء والحب، ولأن الإجابة نعم، ولأن الحب موجود ما دام للإنسان وجود، فإنني أكتب هذه القصة. بقول يا ترى إيه اللي تم في قصتي؟ ولا حاجة. أنت عارف الأسبقية دايما لقصص كبار الكتاب. يعني على العموم احنا ناويين نخصص عدد لنشر قصص الأدباء الشبان، وعندي أمل كبير جدا إن قصتك تتنشر إن شاء الله. حضرتك قريتها وعجبتني جدا، ده فيها موضوع جديد. بس انت عارف بقى يعني ان نشر قصة لكاتب جديد في جورنال كبير شيء مش سهل. عارف طبعا، لكن انا مش هيأس. برافو عليك، هو ده اللي انا عايزه منك، اوعى تيأس. سكرتير التحرير عجبته الرواية وحينشرها في العدد اللي جاي. ده خبر حلو. الحمد لله. سألت عن قصة البوتاجاز؟ رحت لقيتهم قافلين. طبعا ده موضوع ما يهمكش، انت ما تفكرش غير في الندوات والروايات وسكرتير التحرير. لا، انت نسيتي اهم حاجة. ايه هي؟ انت اتكلم جد شوية. انا بتكلم جد، وحياتك انت احلى حاجة في حياتي. محمود انا بحس اني بفكر في مستقبلنا لوحدي، وده بيديني احساس مش حلو. ما تقوليش كده، هو انت لما تبقي حرم الكاتب الكبير محمود صفوت مش هو ده المستقبل؟ ايوه، بس ازاي هبقى حرم محمود صفوت بالطريقه دي؟ انت مش واثقه اني هبقى كاتب كبير؟ انا واثقه وعندي امل كبير، لكن ده امتى هيحصل؟ لما يبقى عندنا 50 سنة. ايه 50 سنة؟ بدل ما تساعديني وتشجعيني عايزه تحطميني. بالعكس، انا بحلم اننا نكون سوا في بيت صغير في ابسط الحاجات، ومكتب صغير ليك، ساعتها هتلاقيني جنبك بساعدك وانت بتكتب. انا ما بقولش عايزه لا فيلا ولا عربيه. حبيبتي شويه صبر وان شاء الله احلامك كلها هتتحقق. النهارده كان في اعلان في الاخبار طالبين مدرسين في الكويت، ايه رايك؟ مش ممكن اسافر واسيب احلامي وامالي واشتغل في مهنه مش مهنتي؟ انا ما اتخلقتش عشان اقول واعلم وادرس، معرفش، انا اتخلقت عشان امسك القلم وانقل اللي جوايا على الورق. انا بقول سنه تحوش فيها اللي محتاجين له، وبعدين ارجع لأحلامك وأمالك. ميرفت، أنا مستقبلي هنا في الكتابة، وكل اللي مطلوب منك شوية صبر. أنت حر. زعلانة ليه؟ النهاردة واحد في الشهر وصاحب البيت بعت لي 3 مرات. أنا عارفة الناس اتصرعت كده ليه؟ طب وما قلتلوش يستناني ليه؟ ما أنا خفت يا بنتي لما تكونيش قبضت النهاردة. معلش، أدي 25 جنيه، أصلي دخلت جمعية ب3 جنيه. كبت عليك يا بنتي، شلت الهم من بدري. ولا يهمك يا ماما، بكرة تتعدي. أما أخش أشوف بابا. طيب يا حبيبي. وحشتني يا احلى بابا في الدنيا. اهلا يا حبيبتي. الفيتامينات اللي قال عليها الدكتور ايه؟ يا بنتي وفري فلوسك، مفيش فايده. ما تقولش كده، طب ده انت هتخف وتبقى زي الحصان. انا مش مضايقني المرض، انا زعلان علشانك انت. انت مش كان نفسك في ولد؟ انا بقى الولد. انت احلى بنوته في الدنيا، وزي محمود
زي ما هو لسه بيحلم ويفكر في الروايات والندوات. اما تشوفيه يا بنتي ابقى قولي له ان انا عايزه. معلش يا محمود هي معذوره، لو ما كانتش بتحبك ما كانتش قالت لك كده. وانا اعمل ايه؟ طب روق انت بس، روق انت عشان تعرف تفكر وتكتب. واول يا عم ما تخلص 10 قصص هطبع لك كتاب جديد. لا 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 يا عم سمير، كفايه الكتاب الاولاني اللي لسه ملاح زي القتيل، مش عايزك تفلس وتقفل المطبعه. يا سيدي بكره الناس هتعرف قيمتك ويبقى اسمك زي الطبل، وساعتها مش هنلاحق على طبع كتبك. المهم دلوقتي اسمح تفكر لنا هنتغدى ايه، وبعدين تبقى تروح تصالح. لا معلش انا النهارده مش فاضي، هحضر ندوه نجيب محفوظ. انا بس نفسي اطمن على نفسي. وبعدين عارفه يا بابا بلاش تشاؤم ده، دي الحقيقه يا بنتي كده. بالك الاوضه وخارج. لو كنت خلفت ولد ما كانش ولد جاي زيها، ما وصيتش عليها. ميرفت اغلى حاجه عندك في الدنيا. انت كمان ما تقدرش تصور غالي عندك. انتوا ناويين تكتبوا انت باذن الله؟ ربنا يسهل يا عم. شوف يا محمود يا ربي. انا شايف انكم مش هتقدروا تبتدوا حياتكم بالكلام ده، والجواز عايز مصاريف، واديك شايف حد. ايه رايك انك تسافر فتره لاي بلد عربي تكون لك قرشين تبتدي بيه حياتك؟ بتقصدي تحرجيني ليه؟ كلام عمي عن السفر ده وجهه نظرك انت. فيها ايه؟ ده حرص منه عشان حبنا يستمر ونقدر نبتدي حياتنا. انا مش فاهم ايه علاقه السفر بان حبنا يستمر. تسمح تقول يا محمود من غير فلوس هنبتدي حياتنا ازاي؟ هنعيش ازاي؟ هنلاقي شقه منين؟ يظهر المحاسبه والشغل في البنوك، خلوا الحب من وجهه نظرك بقى مرتبط بالفلوس. بمفهومك ده يبقى دراستك للادب والشعر ومعشرتك طول النهار للكتب والروايات خلوا تفكيرك خيالي ملوش دعوه بالواقع. محمود انا خايفه على حبنا والظروف اللي احنا فيها. الحب عشان يعيش محتاج لاحساس وتضحيه وعطاء. الحب ملوش دعوه ولا بظروف اجتماعيه ولا اقتصاديه. عن اذنك. اوف عيشه تقصر العمر. ليه؟ مشوار البنك بيكلفني كل يوم 54 قرش، 4 صحه المواصلات رايح جاي، و50 قرش ثمن الشراب. خلاص الشراب ما بيستحملش لبسه في الاتوبيس. المال هتكفي ايه ولا ايه؟ ايه؟ مال؟ اتخانقنا تاني. اتخانقتوا؟ امال لما تتجوزوا وتشوفوا مشاكل الحياه على اصولها هتعملوا ايه؟ قولي لي يا ميرفت انت بتحبيه؟ قوي يا منير. محمود راجل رقيق حنين وابن حلال، وانا مش عايزه اخسره. حسن بيه بيقول لي خلصت زنة التحويل. انا رايحانه دلوقتي. ايه يا ميرفت خلصت الوزنات؟ ايوه يا فندم جاهزه. صباح الخير يا رياض بيه. صباح النور يا سمير. اتفضل استريح. لو سمحت يا سمير ليه تحويل جاي من المغرب؟ يا ترى وصل ولا لسه؟ هبقى اشوفه لحضرتك. شكرا. ميرفت انا عندي ليكي خبر كويس قوي. خير يا فندم؟ انا رشحتك لقسم الكمبيوتر. متشكره قوي يا فندم. انا ما عملتش كده الا لكفاءتك وتفانيكي في العمل. متشكره قوي. اي خدمه؟ لا اتفضل. انت ما بتاكلش ليه؟ ما فيش نفس. لا اعرف بس انت بتفكر في ايه؟ في المشكلة الأزلية، مشكلة الفلوس. مالها بقى الفلوس دلوقتي؟ النهارده عيد ميلاد ميرفت، مش هقدر أشوفها. ليه؟ كان مفروض أقدم لها هدية بسيطة أفسحها أخرجها. والنهارده 28. خلاص تبقى أمها هي اللي غلطانة. ما كانتش قادرة تستنى لأول الشهر اللي بتولدها. أكيد خلفوها شكو. بذمتك ده وقت هزار. ولا يهمك يا أبو حنيفة. أنا هدبر لك قرشين بأي طريقة. تسمح تاكل بقى؟ أكل. تاكل.
كل متاعبي ومشاكلي انتهت. أنا كمان سعيدة، بس لو وفرنا الفلوس وسرنا في البيت مش كان أحسن؟ بطلي بخل بقى. ده مش بخل، بس اللي هندفعه هنا كان نفعنا في حاجة للبيت. دي ليلة واحدة سرناها، خلينا نعيشها. الحل الوحيد ان احسب لكم الشقه. وتروح فين؟ مالكش دعوه يا اخي، اي حته. يعني هتنام في الشارع مثلا؟ وبعدين لا انا ولا ميرفت نقبل حل بالشكل ده. طب ما تحاول في شقق الاسكان. يا راجل ده بيعملوا شقق مخصوص تمليك للناس اللي عندها فلوس، زي حكايه السياره الشعبيه مو 2000 جنيه. طب بقول لك يا محمود، الجزار اللي جنب المطبعه راجل صاحبي وبيعزني قوي، وانا سامع انه بيبني عماره، اكيد لو كلمناه هيكرمنا في شقه. وهنا بقى الانتريه، وفي الوش كده اوضه النوم، والناحيه ديك محل الادب. طيب وبعدين ايه المطلوب يا معلم؟ مفيش، هي شويه حاجات بسيطه كده ومبروك عليكم. مش بقول لك المعلم حبيبي. حاجات زي ايه يعني؟ الخليو والمقدم واللازم منه. معلم الخلو والمقدم عارفينهم، انما اللازم منه ده يبقى ايه يا معلم؟ الضمان ومصاريف التشطيب. ضمان؟ هو الخلو المطلوب قد ايه يا معلم؟ تلاتة. 300 جنيه يعني. اتباك واستمير. امال لو ما كانش يعرفني كان عمل ايه؟ وما يعملش كده ليه؟ ما دام في ناس بتدفع. شوفوا بقى، مفيش حل غير ان هبيع المطبعه وبتمنها هتدفعوا الخلاوي. ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ يعني عشان نحل مشكلتنا احنا نحطك انت في مشكله؟ حاسب يا اسطى. في حريم مات يا اسطى. ثانية واحدة. بعدنا عن بعض ازاي؟ غصب عننا. انت ليه معارض اني اسافر؟ انت ازاي تتصوري اني اقبل انك تسافري لوحدك وتعيشي بغربة؟ ما هو لو انت سافرت هتبعد عن فنك وطموحك وده خساره، لكن لو انا سافرت مش هخسر حاجه، بالعكس دي ترقيه بالنسبه لي. يعني لازم حد فينا يسافر. انا شايف ان ده الحل الوحيد. خلاص انا هسافر. انا وحشك. انت كمان هتوحشي. سامحني يا محمود، انا السبب في سفرك. معلش، عشان مستقبلنا احنا الاثنين. هتوحشني، هتوحشني قوي، عايزه منك جواب كل يوم، كلمتين ليا وقصه قصيره. كفايه بقى حب يا استاذ، اتأخرت. سمير مش هوصيك على ميرفت. ما تخافش، ميرفت دختي. يلا ما أشعر به الآن من حرمان، وما أكبر اشتياقي إليكِ
وأنت بعيدة عني يا حبيبتي. هذه هي الكويت، بلاد جميلة غنية. ونظرة سريعة من خلال السيارة إلى الفترينات التي تزدحم بأجمل الأزياء وأحدث الأجهزة وأثمن المقتنيات، يشعر الجالس داخل السيارة أن أمامه الكثير من الحرمان والاغتراب بعيدا عن حبيبة قلبه، وأن بئر البترول الذي نسمع به ليس وظيفة تنتظر المغترب الذي جاء لتحسين أحواله المالية، فالوظيفة تحتاج إلى بحث طويل ووقت كثير، وحتى الآن لم أهتدي إليها، ولكني ما زلت أحيا بالأمل من أجلك أنت يا حبيبتي، فلم أيأس رغم ما عرفته من أن الوظيفة التي جئت من أجلها إلى هنا قد ألغيت، وأن علي أن أنتظر بضعة شهور حتى تخلو وظيفة أخرى. أنا عارفة هي بس متسددة من كل ناحية كده ليه؟ معلش يا بنتي، شدة وتزول، ما تعرفيش بكرة ربنا هيعمل إيه؟ تصوري أنا ما لاحظتش إنك مخطوبة إلا من يومين اتنين بس. مش معقولة يا فندم. أصله في عريس تقدم لك وطلب مني إني أكلمك. ما أنت عارفاه، رياض بيه صاحب شركة استيراد وتصدير. موقف محرج فعلا. هو بيعتبرني أخ أكبر وبيثق فيا. الحقيقة أنا سعدت جدا بالطلب ده. لكن يستاهل بقى، ما هو بقاله يجي سنة بيشوفك هنا في البنك، ما طلبكيش ليه؟ لكن أنا برضو يا فندم من سنة كنت مخطوبة. ليه؟ وأنت بقالك قد إيه مخطوبة؟ 3 سنين. ياه، ده كتير قوي. وإيه اللي مأخركم كده؟ ظروف. ظروف؟ ظروف تقعدكم 3 سنين؟ هو خطيبك بيشتغل ايه؟ أمين مكتبة في دار الكتب. عشان كده بقى. اسمعي يا بنتي، الحياة اليومين دول صعب قوي، وعلشان الواحد يتجوز لازم له مصاريف كتير، وحتى بعد ما يتجوز إذا ما كانش قادر بتبقى الحياة صعبة قوي. عندك مثلا بنتي متجوزة واحد بيكسب 200 جنيه في الشهر، لكن برضو تعبانين. كلامك مظبوط يا فندم. شوف يا ميرفت، أنا بعتبرك زي بنتي بالظبط، علشان كده أحب أقولك إن البنت اللي ما تبصش لمصلحتها تتعب. بس أنا ومحمود بنحب بعض قوي. الحب شيء جميل، بس نصيحتي لك يا بنتي إنك تفكري بعقلك مش بقلبك، بدل ما تندمي بعدين ويروح شبابك هدر. والنبي كلام الأستاذ حسن هو المظبوط، راجل عارف الدنيا ماشية ازاي. بتقولي ايه يا ماما؟ بقى انا معقولة افكر اسيب محمود واروح اتجوز واحد عنده فلوس؟ فلوسه بس؟ ده انت بوصفك له اي واحدة تتمناه. ومحمود مش وحش، طيب وابن حلال، وانا كمان بحبه، لكن الدنيا النهاردة دنيا فلوس يا بنتي، حاجة كلها غلت الا البني ادم. انا نصحتك وانت حرة يا حبيبتي. ايوه منيره. ايه مالك سرحانه في ايه؟ تصوري المدير كلمني تاني في حكايه رياض بيه. تبقى الحكايه جد بقى. هو فاكرني ايه؟ شقه اللي يدفع اكتر يسكنها؟ وانا بنت عبيط، الراجل عايز مصلحتك. يا ريته كان عايزني انا، غيرش بس انا اللي منحوسه. انت جننتي يا منيره. انا اللي مجنونه ولا انت؟ بقى واحده عشان تشتري بوتاجاز تعمل جمعيه وترفض عريس عنده 100,000 جنيه؟ مش ده المهم يا منيره. في ايه اهم من ده؟ الحب. حبك لمحمود هينتهي، هيخلص عليه الفقر والعيشه الغم. ما تقوليش كده. ليه؟ هو خطيبك هيعيشك فين؟ في بيت صاحبه ولا في بيتك انت مع اهلك؟ اسمعي يا ميرفت، محمود مهما جاب من البلد اللي راحها عمره ما هيكفي اللي انتوا محتاجينه. قبل ما انسى، انا لميت لك الجمعيه، هيبقى فوت عليا بعد الظهر في البيت، اديكي عارفه الشارع والبيت اللي تحتيه البقاله. على اذنك.
منيرة. منيرة؟ مين؟ واحدة عايزاكي. ميرفت؟ أهلا. أهلا يا ميرفت. إزاي؟ أسفة لو كنت جيت لك في وقت مش مناسب. لا أبدا، مرتي مش غريبة. تعالوا اقعد في أوضة النوم عشان نبقى على راحتنا. اتفضلي. كويس إنك عرفت تيجي. ميرفت زميلتي في الباب. عبد المنعم جوزي. تصوري اني افتكرت اللي فتح لي الباب جوزك؟ لا، ده شوقي اخوه. هو عايش معاكم؟ يا ريت، ده احنا اللي عايشين معاه، هو وامه وابوه واخته وجوزها. انا نازل يا منيره، مش عايزه حاجه؟ لا متشكره. لا مؤاخذه يا هانم، اصل عندي اوفر تايم ما اقدرش اتاخر عليه. عارفه يعني ايه اوفر تايم؟ بيرجع الشغل بعد الظهر تاني. يا ريت، بيروح القهوه كل يوم يلعب طاوله ويرجع اخر الليل ومعاه 40 50 قرش. واه لو يوم رجع خسران تبقى ليله نكد. يعمل ايه؟ لقاها طريقه يسدد بيها الديون بتاعه كل شهر. يا خبر بالقمار. اسمعي يا مرفت، انا وعبد المنعم كنا بنحب بعض، ما كانش بيفوتني ولا دقيقه واحده، ودلوقتي مشاكل حياه خلتني ما اشوفوش خالص. ولما بنقعد مع بعض يا اما سرحان يا اما بنتخانق، واعصابنا احنا الاثنين دايما مشدوده. انا خواتك يا مرفت، معلش، لكن صدقيني لو سبت العريس ده من ايدك هتندمي. الحب بالظروف دي لازم ينتهي. لا يا حبيبتي، الحب هو الذي سيبقى، وسنلتقي من جديد لنعيد لحبنا اللقاء والعناق والدفء ونحيا معا سعادتنا. أفتقدك يا حبيبتي، أفتقدك يا ملهمتي، وما أكبر احتياجي إليك، ولكن يبقى لي الأمل في اليوم الذي أعود فيه وأراك وأضمك إلى صدري وأعوض ما فاتني من حرمان قبلاتي وأشواقي يا حبيبتي. لكن صدقيني لو سبت العريس ده من ايدك هتندمي. الحب بالظروف دي لازم ينتهي. ده مش عنده فلوس وبس، ده رياض بوصفك له اي بنت تتمناه. محمود ابن حلال وكويس، وانا كمان بحب، لكن النهارده دنيا دنيا فلوس، كل حاجه غليت الا البني ادم. انا نصحتك يا بنتي وانت حر. الحب شيء جميل، بس نصيحتي لك يا بنتي انك تفكري بعقلك مش بقلبك، والا بعدين هتندمي ويضيع شبابك هدر. انا اسف جدا يا مرنا، ما كنتش عارف انك مخطوبه. لا معلش، انا اصلي لما فكرت في الجواز بصراحه ما لقيتش غيرك، حسيت انك هتكوني الزوجه المناسبه ليا. البنات كتير يا رياض بيه، والف واحده تتمناك. انا ما اعرفش ليه عندي امل برضه رغم اني مخطوبه. ايوه انا عارف ان كلامي ده يمكن يضايقك، لكن لازم اقوله لك. جايز لاني عارف ان مخك كبير، لكن تاكدي ان انا هكون دايما تحت. ماما، بابا ماله يا ماما؟ ربنا معانا يا بنتي. بابا، بابا اتكلم يا بابا. بابا هدي نفسك يا مرفت، مش كده، تعالي نشوف الدكتور. هنجيب منين المبلغ ده؟ أنا كل اللي معايا 50 جنيه قبضهم جمعية. أنا هحاول أتصرف، إن شاء الله بيع المطبعة. مش معقول يا سمير، وبعدين العملية لازم تتعمل بسرعة. وما الحب إلا طاعة وتجاوز، وإن أكثروا أوصافه والمعانية، وما هو إلا العين بالعين تلتقي، وإن وعوا أسبابه و
والدواعي، وعند الهوى موصوفه لا صفاته. إذا سألوني ما الهوى قلت ما بي. ليس الأمر كما كنا نتوهم، وسأكون صريحا معك يا حبيبتي، فقد تراكمت علي ديون كثيرة في الفترة التي قضيتها بلا عمل، وعلي الآن أن أبدأ في سدادها، وبعد الانتهاء منها سأحاول جاهدا تدبير المبالغ التي نحتاج إليها وتحقيق الهدف الذي من أجله جئت إلى هنا. ولكن يا حبيبتي لا تغضبي، فالحياة هنا تكلف الكثير وتستهلك الكثير من مرتبي الذي لا يكاد يفي باحتياجاتي، ومع ذلك لن أفقد الأمل. فقط أطلب منك يا حبيبتي الانتظار والصبر لـ3 سنوات. تغيرت الظروف، لا داعي للشقاء والاغتراب. احضر حالا سمير. مش قادر اصدق ازاي ميرفت تعمل كده. يا محمود اللي حصل ده من مصلحتك، انت عمرك ما هتخلص من الفقر اللي انت فيه الا بالموهبه اللي جواك. انا سافرت عشان سبت احلام ومستقبلي عشان اقدر احافظ عليها. ميرفت ضحيه يا محمود، انت كنت عايزها تعمل ايه؟ فضلت تحبك والظروف بتضغط عليها، قاومت لغايه ما ضعفت، اتجوزت واحد ظروفه كويسه. حكايه مش جديده، كل دقيقة بتنتهي قصة حب بالطريقة دي. لو كانت بتحب كانت قدرت تتحمل. الحب بيدي الإنسان قوة تخليه يقدر يقاوم أي ظروف. طب تعالى ننزل ناكل لقمة. أرجوك يا سمير، أنا محتاج أكون لوحدي. أمرك. وفي النهاية أيها القارئ العزيز، وروايتي في سطورها الأخيرة فأجدني مشفقا عليها. لقد تغيرت نظرتي الآن إلى موقفها، وأراها بريئة تماما، والمسؤولية تقع على الظروف التي واجهتها، فما كانت لتستطيع أن تفعل غير ما فعلت. وأراه حبا ما كان ليستمر في ظل ظروف بهذه القسوة. نعم إنها الظروف، واحكم أنت أيها القارئ، لك أن تدين وأن تبرئ، أما أنا فالآن أشفقت عليها، ولكن فرق كبير، كبير جدا بين الشفقة والحب. وفي النهاية أترك لك أيها القارئ الحكم، ولك أن تدين، ولك أن تبرئ، ولك أن ترحم وتلتمس الأعذار. سافرت النهارده الصبح يا فندم. ايوه متاكد، لانها دفعت حسابها. طيب شكرا. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك؟ شكلك طبعا ما عملتش حاجة. على العموم أنا اللي غلطان، حكاية اسكندرية دي ما بقتش تنفع أبدا. أنا بعد كده هبقى أحجز لك في تاهيتي، في هونولولو، في مايوركا. الرواية انتهت. بتقول إيه؟ الرواية جوه في الأوضة. محمود الحاجات دي ما فيهاش هزار، أنا أعصابي ما بقتش تستحمل. صدقني أنا خلصت الرواية. معقول؟ بس كان نفسي انسانة معينة تقراها الأول.
ايه الحكاية؟ انا مش فاهم حاجة. انسانة مرت زي الطيف وفجأة اختفت. هي صاحبة الفضل في الرواية دي. اختفت؟ انت شفتها فين وعرفتها امتى؟ كانت نازلة هنا في فلسطين. تصور اني معرفش عنها اكتر من اسمها الاولاني. لا طب وزعلان قوي كده ليه؟ مادام كانت نازلة هنا نقدر نعرف عنها كل حاجة. الجنس انثى، السن مجهول، الحالة الاجتماعية ليست آنسة وليست متزوجة. يعني ايه؟ يعني أرملة كانت مجوزة واحد ضابط في الجيش. عنوانها يا سيدي 117 شارع الجيزة، وتليفونها 850-244. ألو مدام هالة موجودة؟ مين اللي عايزها يا فندم؟ لا الحقيقة مدام هالة مش موجودة، مش عارفة هترجع امتى. مع السلامة. مين ده يا هالة؟ محمود صفوت الكاتب. مش معقول. طب وطالبك ليه؟ يظهر انه عايزني ابقى بطلة من بطلات قصصه. انا متأكد ان هي اللي بترد عليا كل مرة. انت هتخبط نفسك ليه؟ ما تنساها يا اخي. مش قادر يا سمير، في حاجة بتشدني للست دي. صدقني دي مجرد اوهام، بلاش تكبر الموضوع. انت يا حبيبي مش ناقص ايدك بقى الرواية من فضلك عشان اطبعها. لا مش ممكن، لازم هي تقراها الاول قبل المطبعه. محمود انا مقيد بالتزامات وعندي ارتباطات، من فضلك انا كده انضر. تسمح تديني الرواية وانا قاعدك بشرف اني مش هبيع منها نسخة واحدة الا ما هي تقراها الاول. الا دي يا سمير، الرواية دي اصبحت جزء منها. وبعدين معاك يا جدع، انت هجيب الرواية ولا اخش اخدها بالبوليس؟ انت مش قادر تفهمنا يا سمير. طب تسمح تقول لي اعمل لك ايه؟ اروح اخطفها لك واجيبها لك لحد هنا؟ ارجوك يا سمير انا مش فايلك. ولا يهمك يا ابو حنفي، انا هخليك تشوف الست دي. ايه مش واثق فيا؟ انا زي ما جبت لك اصلها وفصلها هخليك يا عم تشوفها وتكلمها. شوف بقى يا سيدي التقرير. بتنزل كل يوم من بيتها الساعة 8 الصبح بالثانية. تروح تركب عربيتها وتتحرك الساعة 28 ثانية بالظبط. 8:30 بالظبط توصل النادي. الغريبة ان الساعة 9:15 بالثانية تلاقي الجرسون جايب لها فنجال القهوة. تفضل هي تقرا في الكتاب اللي معاها لحد الساعة 11. عرفت بقى سعادتك الميعاد؟ بكرة الصبح الساعة 11 حضرتك تكون في النادي. مفهوم؟ محمود صفوت؟ ايوه اعملي نفسك مش شايفاه. يظهر الحكايه مش مساله اعجابه بس. قصدك ايه؟ لا يعني من ناحيته. طب انا ماشيه. انت لحقتي تقعدي. معلش باي باي. عندي ليكي أمانة مش قادرة أتصرف فيها. أمانة إيه؟ الرواية اللي وعدتيني إنك تقريها. آسف، أصل في ظروف خلتني سافرت. تحب نتقابل إزاي عشان أديها لك؟ هبعت لك حد ياخدها. طب بس هتعرفي عنواني إزاي؟ زي ما عرفت نمرة تليفوني. مدام هالة أنا آسف جدا يا فندم أكون أزعجتك،
بس ما تتصوريش انا قد ايه مستعجل اسمع رايك في الروايه. يا ترى لحقت تقريها؟ طبعا حقيقي روايه ممتازه. لا مش مجامله، ما قدرتش اسيبها الا لما كملتها. طيب هل ممكن نقعد مع بعض اسمع رايك بتفصيل اكتر؟ انت مش كل اللي يهمك انك تعرف رايي. انا ممكن اتكلم معك زي ما انت عايز. طب نتقابل ليه؟ مش عارف، انا من ساعه ما شفتك وانا حاسس اني بدور عليك. اذا كان خيالك خلاك تفتكر كده تبقى غلطان، مش انا الانسان اللي بتحلم بيها، خصوصا بعد ما قريت روايتك. ليه؟ انا وبطلتك او بطلة روايتك في حاجات تمنعنا من الارتباط بيك. ممكن اعرفها؟ انا افضل اني احتفظ بيها. مش يمكن تعمل منها رواية؟ اوعدك ان محدش هيعرفها غيري. خايفة. شفت ازاي انه مش سهل على الواحد يقول اللي جواه؟ انا ما عنديش شجاعة الكاتب، وبعدين حياتي ما تهمش حد غيري. ولو قلتلك ان القلق هيقتلني لو ما عرفتهاش للدرجة دي؟ ارجوكي. على العموم انا مرضاش احرم قراءك من كاتب بيحبوه، ولو انك مش هتلاقي حاجة جديدة في حياتي. انا قبل ما اتجوز صلاح كنت ولا حاجة. كان ابوه راجل غني عنده مصانع وشركات، وكان بيساعد مجموعة من الطلبة الفقراء. انا كنت واحدة منهم. ولما اتخرجت والده كان كريم جدا معايا وشغلني في الشركة عنده. لا مؤاخذة، بابا جوه؟ بابا؟ لازم حضرتك موظفة جديدة في الشركة. أيوة، هو حضرتك تبقى؟ أيوة أيوة موجود، اتفضل. وبسرعة حسينا إن إحنا كنا بندور على بعض، وبسرعة حبني وحبيته لدرجة العبادة، واتفقنا على الجواز. وقف صلاح ضد عيلته، كانت والدته نفسها تجوزه بنت اختها، لكن صلاح صمم واضطروا انهم يوافقوا. عرفت معنى السعاده مع صلاح. كانت ايامنا زي الحلم الجميل ملها صلاح بالحب. حتى لما كان بيغيب عني في الميدان مده طويله كان بيبعت لي جوابات مع زمايله. لما بيرجع في اجازته كان بيعوضني عن الايام اللي سابني فيها لوحدي بحبه ورقته. صلاح الحمد لله على السلامه. لحد ما جه يوم مش عارف ليه حسيت بالخوف. قلتلك ما تخافيش، عمر الشقي باقي. مش عارفه ليه انا المره دي خايفه عليك قوي يا صلاح. ده شعور طبيعي يا حبيبتي، ما انت كل ما بتموتي فيها اكتر كل ما خوفك عليا بيزيد. خلي بالك من نفسك يا صلاح. اطمني، انا مش مستعده اديك لقب ارمله. اخس عليك يا صلاح، ليه بتقول كده؟ يعني ساعتها مش هتنسى بالصلح وتفكري في حد تاني وتقولي الحقيقه بقى من ميت؟ مفيش حاجة ممكن تفرق بينا. ولا الموت؟ ولا الموت. بقالي أكتر من 3 سنين مستنية، لكن مرجعش. ده معناه إني استشهد، بس هو لسه عايش معايا. يعني لما قابلتك في اسكندرية كنت بحتفل لوحدي بعيد جوازنا. شفت يا أستاذ محمود إني مش الإنسان اللي بتدور عليها. بالعكس، أنا خايف أجرح مشاعرك لو قلتلك إن تأكدت دلوقتي إن أنتي ما كنتش قادرة أتخيل إن في واحدة بالوفاء والإخلاص ده. آسف، أحسن أكون ضايقتك.
أزمة. الست دي مفيش فايدة منها. مش هقدر أنساها سمير. لا، اعمل معروف. احنا مش ناقصين أهات وغرام ودموع وآلام. حضرتك لازم تنساها عشان تعرف تفكر وتشتغل. افهمني يا سمير، هالة بالنسبة لي مش إنسانة حبيتها وبس. هالة أصبحت معنى عشت طول عمري أدور عليه في رواياتي. المعنى اللي خلفني فيه كتير. وقالوا إن الشخصية دي ما بقالهاش وجود إلا في كتابات محمود صفوت. أنا لقيتها. لقيت رمز للوفاء عايش بينا وموجود. وتقول لي أنساها. إزاي؟ يا عم محدش بيقول لك انساها، افتكرها زي ما أنت عايز. بس على الأقل اكتبها، اكتبها. أنا بتكلم في إيه وأنت بتتكلم في إيه؟ طيب 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 عم، حقك عليا، حقك عليا. اسمع، أنا الليلة دي يا عم هسهرك سهرة تنسيك مؤقتا يعني. اسمك. صعب قوي يا سمير. أنا جيت عشان أشكرك. خير؟ قريت روايتك الجديدة. كنت فاكرة إنك هتكون قاسي عليا فيها وتظلمني. أنا مرضيتش أقول رأيي. سبته للناس هم اللي يحكموا. بس أنت استعجلت على نهاية الرواية. قصدك إيه؟ قصدي إن البطلة عندها نهاية تانية. هتريح الطرفين وتنهي العذاب اللي هي عايشه فيه. مش فاهم. محمود، انا اتطلقت من رياض. ما قدرتش اتحمل اكتر من كده. ده مش هيغير اي شيء. لازم تعرف يا محمود ان انا اتجوزت رياض وانا بحبك. تبقي خنت اتنين في وقت واحد. لكن انت بنفسك اعترفت في روايتك ان الظروف كانت اقوى مني. احب اقول لك يا مدام ميرفت، أنا دلوقتي عايش رواية بطلتها إنسانة فضلت تحب جوزها حتى بعد موته ومش قادرة تحب غيره مهما كانت الظروف. هالة، ازيك يا مدام هالة؟ الله يسلمك. رايحة فين؟ اقعدي.
الأستاذ محمود ما بطلش كلام عنك من ساعة ما قعد وقرر إنه بيقعدوا في النادي. الأستاذ محمود يظهر إنه بيحب يتعب نفسه. كويس، دلوقتي أنا أقدر أقوم أشوف الجمعية فيها إيه. على فكرة أنا ممكن ألاقي حجة وأقوم زيها. أنا عارف إنك مش ممكن تبقي بالقسوة دي. أنا جيت هنا عشان أشوفك. وبعدين معك يا أستاذ محمود، مش كفاية التليفونات اللي بتطلبها وما بتردش؟ غصب عني ببقى نفسي أسمع صوتك. إحنا مش اتفقنا إني واحدة ما يقوس منها؟ أقسم لك إني حاولت أقاوم لكن ما قدرتش. ما تتصوريش أنا بتعذب قد إيه طول ما أنا بفكر فيكي. خلاص يبقى ما تفكرش علشان ما تتعذبش. عدم اهتمامك ده هو اللي بيزود عذابي. وانا ايه بس اللي اقدر اعمله؟ لازم تعيدي التفكير في حياتك. مش ممكن تفضلي مرتبطه طول حياتك بانسان ميت. مش كده؟ انت ناس انك في كل رواياتك بتدافع عن الاخلاص والوفاء. ايوه، لكن لما يبقى الانسان مات يبقى نوع من الياس. الحب الحقيقي يا استاذ بيتحدى كل شيء حتى الموت. أي تمام العذاب كنت دفعته ونسيتك، لكن مش حاضر. حرام إننا نتعذب عشان معنى أنا بقدره وبحترمه، لكن دلوقتي أنا محتاج لك وإنت محتاجة لي. مهما كان رأيك يا هلا مش حاضر أمنع قلبي إنه يحبك. حرام عليك يا هاني. حرام عليكي انت، عايزاني احس اني خاينه وان كل وعودي مع صلاح وعود كدب. لا ابدا، بس صلاح راح وانتهى وانت عملتي الواجب واكتر، والمثل بيقول الحي ابقى من الميت. لا مش ممكن، مش ممكن، انا لسه بحب صلاح. تقدري تقولي لي هتفضلي عايشه كده لحد امتى؟ لحد اخر عمري. تبقي عبيطه. انا متاكده ان محمود هيقدر بحبه يعوضك عن كل اللي راح منك. مدام هالة موجودة؟ نقول لها مين يا فندم؟ محمود صفوت. Thank you.
لان رحت النادي كتير. فاطمه قالت لي انك بطلت تروحي. ارجوك يا استاذ محمود سيبني في حالي، انا كنت عايشه في هدوء قبل ما تظهر انت في حياتي. انت ما كنتيش عايشه يا هاله، انت كنتي هربانه. هربانه؟ ايوه هربانه من الحياه اللي المفروض انك تعيشيها. عايشه وحيده، الابتسامه ما بتعرفش طريقها لشفايفك، مش مديها الفرصه الانسان بيحبك انه يسعدك. بالعكس انا سعيده جدا، كل ما بحس اني قادره اعيش وفيه لذكرى انسان حبني وحبيته واداني كل شيء في الدنيا ببقى في منتهى السعاده. زي دلوقتي. مالي هلا؟ انا حقيقي بحترم وفائك لصلاح، لكن وفائك ده مش هيرجعه. فرق كبير بين الحياه والموت. لازم تعرفي ان في دلوقتي انسان محتاج لك، حياته ملهاش معنى من غيرك، ما يقدرش يعيش من غيرك. محمود ارجوك كفايه كده. انت بتحبيني يا هاله زي ما بحبك، عينيكي بتقول كده، لكن بتحاولي تخدعي نفسك وتقاومي. لحد امتى هتفضلي تعذبيني وتعذبي نفسك؟ كفايه. لحد امتى؟ ارجوك يا محمود كفايه كفايه وسيبني دلوقتي. مدام هالة سافرت. ايوه سافرت النهارده الصبح بلاد بان. ما تعرفيش سافرت فين بالظبط؟ ما قالتش؟ خير يا ابو حنفي. صباح الخير. ايه مالك مبوز ليه على الصبح؟ سافرت. هي مين؟ هاله طبعا. يا سلام، وده اللي مزعلك قوي؟ لو فيها ايه يا اخي، كلها يومين وترجع تلاقيها راحت اسكندريه ولا وراها مشوار في العزبه ولا اي حاجه. سافرت بره مصر. بره مصر؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بس لو اعرف سافرت فين. مع اني حلفتها انها ما تقولكش،
هربتي ليه؟ ما كانش ممكن اعمل غير كده. مش عايزه اخونه. تخوني مين؟ الراجل اللي اداني كل حاجه. انت ما خنتهوش. حبي ليك خيانه له. صلاح كان بيحبك ومش ممكن يرضى انك تعيشي وحيده. محمود ارجوك تقدر مشاعري، انا بحبك بس مش قادره انساها. انا ما قلتش انسي، بس انا اللي موجود دلوقتي. عشان كده انا هربت. حسيت لاول مره في حياتي اني ضعيفه قدامك. قلت ايه؟ حسيت لاول مره في حياتي اني ايه ده يا محمود؟ هلا، انا بدور عليك طول عمري. انا بحبك ومش ممكن احسبك بعد ما لقيتك. خلينا نحتفظ بالمعاني الحلوه دي. ما اقدرش، انا انسان والحب دخله أنانية. بتمر عليك لحظات بتحس فيها بالتشاؤم. انت حاسه كده دلوقتي؟ مجرد سؤال. انا عمري ما حسيت بتشاؤم، حتى في الاوقات اللي كنت فيها مرفوض ككاتب كنت متاكد ان في يوم من الايام حاضر حقق الامل اللي بحلم بيه. الظروف اللي مرت بيا كان ممكن تحطمني لو تشاؤمت. حقيقي أنا بحبك أوي. طيب ليه سألتيني السؤال ده؟ لأني استكترت على نفسي السعادة اللي أنا عايشة فيها دلوقتي. خفت. يا عمري. هسافر بكره كمان وهستناك في مصر. لو ما كانش المؤتمر له اهميته كنت اعتذرت. لا يا محمود، لازم تبقى هناك.
انت المفروض بتمثل مصر. إلى من أحبها حبا، لو وزع على العالم لم تلأت الدنيا بالحب. المؤتمر السابع للأدباء العرب، يسر المؤتمر أن يهدي جائزته السنوية للأديب المصري محمود صفوت على روايته الأخيرة الحب أمس واليوم، والتي عالج فيها الحب بنظرة جديدة تجمع بين الواقعية والرومانسية. أستاذ محمود، إيه تعليقك بمناسبة هذا التقدير الأدبي الكبير لك؟ أنا طبعاً سعيد جداً وبشكر السيد رئيس المؤتمر وكل الزملاء على هذا التقدير الأدبي الكبير. أستاذ محمود، هل هناك إنسان ما أوحى لك بفكرة هذه القصة؟ أو بمعنى آخر، هل هناك ملهمة لك في هذه الرواية؟ أيوة فعلاً، وأنا بهديها الجائزة دي. الو، ايوه ايوه مين بيتكلم؟ انا صلاح يا حبيبتي. صلاح؟ صلاح مين؟ صلاح جوزك يا حبيبتي، وحشاني وحشاني موت. صلاح، انا مش مصدقه نفسي، انت بتتكلم منين؟ انت عايش؟ انت عايش يا صلاح؟ انت بتتكلم منين؟ من اللي اسمعني يا حبيبتي. اسمعي، هوصل احمد السويس واجيلك. وحشاني وحشاني موت، نفسي اشوفك. استنيني، مش هتاخر عليك. مستنياك، ما تتاخرش. نفسي اشوفك والمسك، نفسي احس انك رجعت لي بحقيقي. مع السلامه. مع السلامه يا صلاح.
في ايه؟ الله، ردي عليا. صلاح عايش، كلمني الصبح من الإسماعيلية. انت بتقولي ايه؟ انت جرى لك حاجة؟ كان أسير وحصل تبادل مع الأسرة، ده زمانه جاي. مش معقول، أنا مش مصدقة نفسي، ده ولا في الأفلام. أنا دلوقتي المفروض أكون أسعد إنسانة في العالم لرجوع صلاح ليا. مش عارفة، مش عارفة مالي، مش عارفة. أنا عارفة أنت بتفكري في إيه، في محمود اللي جاي بكرة متصور إنه هيجوزك. أنا صحيح حبيت محمود وقدر ينسيني صلاح لفترة كان فيها صلاح ذكرى، دلوقتي الظروف اتغيرت، صلاح رجع وبقى حقيقة. ريتني ما قابلت محمود، ريتني ما شفته، كان زماني دلوقتي حقيقي أسعد إنسانة في العالم. ما تفكريش في حاجة دلوقتي، قومي حبيبتي اغسلي وشك. انتي بتقولي ان صلاح زمانه جاي، كل شيء هيتحل. هلا صلاح. صلاح، الحمد لله على السلامة يا صلاح، الحمد لله على السلامة. مش مصدقة نفسي، مش معقول. وحشتني، وحشتني. أنا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي يا صلاح. وحشتني، 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 وحشتني أوي يا صلاح. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة يا صلاح. صلاح وحشتيني، وحشتيني. انت صحيح هنا يا صلاح، انت صحيح هنا يا صلاح، صحيح جيت. انا مش مصدقة نفسي، مش مصدقة نفسي. انا خايفة لكم بحلم. انا اللي مش مصدق عينيا، ثلاث سنين كل يوم بفكر فيك واقول فاكراني ولا نسيتني. فاكرك يا صلاح، فاكرك على طول. يا ترى هعيش واقدر اشوفك تاني؟ تعال ارتاح، ارتاح يا صلاح. احكي لي، احكي لي كل اللي حصل. ابدا، بعد ما خلصنا المأمورية النار اتفتحت علينا، اتعورت في رجلي واحمد في كتفه، ومن يومها واحنا في الاسر لا عرفنا نتصل بالصليب الاحمر ولا عرفت اطمنك عليا. وسارة كانت حاجات كتيرة اتغيرت، بس انا اللي زي القطط بسبعة ارواح اللي عشت لغاية الوقت عشان اشوفك واتأكد من حبك وانك هتفضلي مستنياني لغايه دلوقت، والحمد لله اتاكدت. الحمد لله، الحمد لله. تصوري لما وصلت احمد السويس لقينا مراته متجوزه. متجوزه؟ لما عدوا ثلاث سنين وما رجعش افتكرته مات. الجواز ده باطل، لكن هو خلاص هيطلقها، مش ممكن يعيش معاها بعد كده. ايوه بس هي معذوره، هي كانت تعرف منين بس انه ممكن يرجع؟ ما انا قلت له كده، بس اللي بيحب ما يقدرش يفكر بعقله، مهما كان ما يقدرش يغفر. قومي ما تضيعيش وقت، قومي نسافر اسكندريه. خليك استريح النهارده. لا انا نفسي اسافر، نروح نقعد اسبوع ولا شهر في فلسطين. فاكره خليهم هنا. الحمد لله على السلامة يا أستاذ محمد. الله يسلمك. سلام عليكم. اسمع سمير، أنا عايز أحلى فرح في الدنيا، ما يهمكش مصاريف. محدش بيرد. ما أنت عارف التليفونات. لا ايه ده؟ تفتكر يعجبها؟ يعجبها؟ يا ريتني انا كنت هالة يا سيدي. مبروك عليك. لا انا هروح لها بنفسي، وحشاني جدا. يلا بينا. لا لا خليك انت يا سمير، انا مش هتأخر. خليك، خليك انت، مش هتأخر عليك. طيب مع السلامة.
الدعاية عن الكتاب تنزل ابتداء من بكرة، أهرام وأخبار، صفحة أخيرة، مفهوم؟ هاي صح. طيب تصور مفيش حد خالص في الشقة. سألت البواب ما عندوش أي فكرة. سايس الجراج بيقول لي العربية ما باتتش خالص امبارح في الجراج. فاكرة معايا سمير ممكن تكون راحت فين؟ ما تكونش جاية. سافرت؟ هتسافر على فين؟ اسكندرية مثلا. تعمل ايه في اسكندرية وهي عارفة ان انا جاي النهاردة؟ يا سيدي تشم هوا ما فيهاش حاجة دي. جايز انا حسبت لك. استنى هنا نعمل ترانك الأول. ترانك ايه؟ انا اقدر استنى ترانك. يا محمود استنى، مش معقول كده. سافر على الفاضي. أيوة. طب بس يا محمود مساء الخير. اهلا يا فندم. مدام هالة عبد الرحمن نازلة عندنا فين؟ ايوه. أوضة كام؟ الحقيقة ما عنديش فكرة. مفيش حد بالاسم ده. متأكد؟ طبعا. طب اديني أوضة من فضلك. اتفضل. Thank you.
استنيني بس اوعي تنامي، هشحم العربية وارجع لك. من فضلك الأستاذ محمود صفوت. الأستاذ محمود تعب ونقلوه مستشفى المواساة. المريض واخد حقنة ونايم والزيارة ممنوعة. ليه وعنده ايه؟ أزمة قلبية وحالته خطيرة. إذا عدوا الأربعة وعشرين ساعة دول على خير هيبقى كويس. أرجوك يا دكتور لازم أشوف دقيقة واحدة بس ومش هزعجه. بس مش أكتر من كده إذا سمحتي. حاضر. اتفضلي. اتصلت باللوكاندا قالوا لي انه اتنقل المستشفى. محمود تعبان قوي، خليك جنبه. انا لازم امشي بس اول ما يفوق خليه يكلمني ارجوك. انا في اللوكاندا. الحمد لله على السلامة. متشكر قوي يا ميرفت. ما تقولش كده، المهم صحتك. أنا عارف إني ظلمتك. بلاش عتاب دلوقتي، أنت كنت معذور. مين عارف يا محمود، يمكن يا ريت. بس في حاجات كتير اتغيرت. هالة طلبت مني اطمنها، عايزه تسمع صوته. ايه رايك؟
الو، من فضلك اوتيل فلسطين. الو، لو سمحت ممكن اكلم مدام هالة؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. ايوه. الو مدام هالة؟ ايوه. ممكن تكلمي الاستاذ محمود؟ ايوه. محمود. انا اسف يا هالة، مش عايز اسبب لك ازعاج تاني، لكن مش قادر امنع نفسي من الكلام. نفسي اسمع صوتك يمكن لآخر مرة. ما تقولش كده يا محمود، كلامك ده على عيني. أنا ما كنتش خيالي لما حبيتك، لكن في حقيقة وواقع أكبر مني ومنك. الإنسان اللي عاش جواكي 3 سنين وحفظتيه في قلبك وكيانك لغاية ما رجع، عشان كده لازم ابعد رغم الالم اللي انا فيه دلوقتي. انا هاجي لك، انا هقول لصلاح، انا عايز اجي لك. اوعى يا هالة، اوعى تعملي كده. احنا ملناش نختار، الحياه اختارت لك بدايه انت كنت عامله حسابها، واختارت لي نهايه انا ما عملتش حسابها. ومع كده انا بتمنى ربنا دايما يسعدك، لاني حبيتك لاخر عمري. لا يا محمود، انا السبب. ليه خليتك تحبيني؟ ليه؟ كان ممكن اهرب اكتر من كده، كان ممكن ابعد. ما تلوميش نفسك على كده، لان دي اغلى ايام عمري اللي ما بقاش فيها كتير. محمود، محمود، سؤال: هل مات محمود صفوت موتا ماديا حقيقيا ام موتا روحيا ومعنويا؟ بمعنى، هل مات حقيقة ام ان الفكرة التي يحملها هي التي ماتت؟ رحلة النسيان.